قبل فترة شارك محمد دجواني ستوري على انستغرام واللي صدم المتابعين بتصريحه، حيث كان التصريح انه عم بيحضر لمفاجآت كبيرة وكتيرة بسنة 2021، واللي من بينها رح يجمعوا تعاون مع شخص كانت بينهم مشاكل كبيرة. ونسيت اخبركم كي يا جماعة، الخبر الحلو هو انه 2021 في حدا، ما حدا بتخيل انه رح يكون في بناتنا وياه عمل رغم كل شيء صار بيناتنا، كل المشاكل. عشان هيك استنوا 2021. جماعة 2021 رح تكون سنة المفاجآت، فانا بضلوا تذكروا هي الكلمة هذي الستوري تمام؟ خلاص خلوها مفاجأة. فمن هون بلشت تساؤلات المتابعين وتخميناتهم عن مين بيقصد محمد دجواني بهالستوري، وحط الجمهور مجموعة من الفرضيات اللي كان بينهم وسام تيكت وبيسان اسماعيل وعدد كبير من المشاهير او اليوتيوبرز الاخرين اللي كانوا على خلاف مع جواني. بتحداكم الحدا او الحداية او اللي عم يشتغل معه اللي عم يشتغل معي بيني وبينه مشاكل كبيرة، ما راح احدد انسى ولا ذكر، بس بيجي 2021 بتعرفوا لحالكم. فتوجهنا لجواني عن طريق الخاص وسألناه عن شو عم بيحضر تحديدا، والجواب كان اولا اغنيته اللي راح تنزل بشهر واحد من سنة 2021 واللي كانت هدية من فنان مشهور لجواني، وصرح لنا كمان انه حيكون بمسلسل تركي تم اختياره لاداء دور بالمسلسل، وبهالعمل تحديدا حيجتمع مع الشخص اللي كان على خلاف معه، ولكن احتفظ جواني باسم هذا الشخص كسر ولم يفشي بحقيقة من يكون هذا الشخص. ولكن جواني ضرب لنا موعد لنهاية الشهر الأول من سنة 2021 لنعرف الحقيقة الكاملة ومين رح يكون معه بالمسلسل التركي. بس تجي 2021 بتعرفوا لحالكم، تشوفوا المفاجآت، الموضوع أكبر من اليوتيوب، الموضوع مع شركات كبيرة كبيرة، مع ناس أجانب، بتعرفوا كل شيء لحالكم هذا. فمين برأيكم رح يكون مع جواني بهالعمل، وكم نسبة حماسكم لكل هالمفاجآت؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.